نافذة الفردوس، واجهتك الأولى لزيارة العتبات المقدسة من منزلك. مع خاصية الزيارة بالإنابة، يتيح لك التطبيق الاطلاع على آخر الأخبار التي توفرها مواقع العتبات المقدسة، كما يمكنك من مشاهدة البث المباشر من داخل العتبات المطهرة. يوفر التطبيق مجموعة كبيرة من الأدعية والزيارات للمعصومين عليهم السلام، كما يمكنك تحميل البرنامج من خلال منصة جوجل بلاي.